بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 43 بعد 100. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على نبينا محمد، تفضل الله عليه بقوله وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلى آله وأصحابه ذوي المناقب والكرم. أما بعد، فهذه هي الحلقة 51 بعد 100 من برنامج أضواء على فتاوى ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله في معرض كلامه عن السابقين الأولين من الصحابة ومن جاء بعدهم رضي الله عنهم أجمعين، قال: فإن السابقين الأولين هم الذين أسلموا قبل الحديبية، كالذين بايعوه تحت الشجرة، الذين أنزل الله فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكانوا أكثر من 1400، وكلهم من أهل الجنة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وكان فيهم حاطب بن أبي بلتعة، كانت له سيئات معروفة مثل مكاتبته للمشركين بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وإساءته إلى مماليكه. وثبت في الصحيح أن مملوكه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله يا رسول الله، لا بد أن يدخل حاطب النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كذبت، إنه شهد بدرا والحديبية. وثبت في الصحيح أنه لما كتب إلى المشركين يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، أرسل علي بن أبي طالب والزبير إلى المرأة التي كان معها الكتاب فأتيا بها، فقال: ما هذا يا حاطب؟ فقال: والله يا رسول الله، ما فعلت ذلك ارتدادا عن ديني، ولا رضيت بالكفر بعد الإسلام، ولكن كنت امرأ ملصقا في قريش، لم أكن من أنفسهم، وكان من معك من أصحابك لهم بمكة قرابات يحمون بها أهليهم، فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي. فقال عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه شهد بدرا، وما يدريك أن الله قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفي هذا الحديث بيان أن الله يغفر لهؤلاء السابقين كأهل بدر والحديبية من الذنوب العظيمة بفضل سابقتهم وإيمانهم وجهادهم ما لا يجوز لأحد أن يعاقبهم بها، كما لم تجب معاقبة حاطب مما كان منه. وهذا مما يستدل به على أن ما جرى بين علي وطلحة والزبير ونحوهم فإنه إنما يكون اجتهادا لا ذنب فيه فلا كلام. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وإن كان هناك ذنب. فقد ثبت أن هؤلاء رضي الله عنهم وغفر لهم ما فعلوه، فلا يضرهم ما وقع منهم من الذنوب. وإن كان هناك ذنب فقد ثبت أن هؤلاء رضي الله عنهم قد غفر لهم ما فعلوه، فلا يضرهم ما وقع منهم من الذنوب إن كان قد وقع ذنب. بل إن وقع من أحدهم ذنب كان الله محاه بسبب قد وقع من الأسباب يمحص الله به الذنوب، مثل أن يكون قد تاب فيتوب الله عليه، أو كان له حسنات تمحو السيئات، أو يكون قد كفر عنه ببلاء ابتلاه الله به. فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن ولا أذى إلا كفر الله من خطاياه. ثم بين الشيخ رحمه الله مرتبة من بعد السابقين الأولين فقال: وأما من بعد هؤلاء السابقين الأولين وهم الذين أسلموا بعد الحديبية فهؤلاء دخلوا في قوله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى، وفي قوله تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قد أسلم قبل فتح مكة خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعثمان بن طلحة الحجبي وغيرهم، وأسلم بعد الطلقاء أهل الطائف وكانوا آخر الناس إسلاما، وكان منهم عثمان بن أبي العاص الثقفي الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الطائف، وكان من خيار الصحابة مع تأخر إسلامه. وقد يتأخر إسلام الرجل ويكون أفضل من بعض من تقدمه في الإسلام، كما تأخر إسلام عمر، فإنه يقال إنه أسلم تمام الأربعين، وكان ممن فضل الله على كثير ممن أسلم قبله. وكان عثمان وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف أسلموا قبل عمر على يد أبي بكر، وتقدمهم عمر يعني في الفضل. وأول من أسلم من الرجال الأحرار البالغين أبو بكر، ومن الأحرار الصبيان علي، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن النساء خديجة أم المؤمنين. وهذا باتفاق أهل العلم، قد قال الله تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، إلى قوله تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. فهذه عامة. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذه الآية والتي قبلها تتناول من دخل فيها بعد السابقين الأولين إلى يوم القيامة، فكيف لا يدخل فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به وجاهدوا معه؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فمن كان قد أسلم من الطلقاء وهجر ما نهى الله عنه كان له معنى هذه الهجرة، فدخل في قوله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى. قد قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذا يتناول الذين آمنوا مع الرسول مطلقا، إلى أن قال رحمه الله: والصحبة اسم جنس تقع على من صحب النبي صلى الله عليه وسلم قليلا كان أو كثيرا، لكن كل منهم له من الصحبة بقدر ذلك. فمن صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا فله من الصحبة بقدر ذلك. وبهذا تنتهي هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.